إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة عباد الله، فما زلنا مع ذلك الحديث العظيم الذي يجيب به رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذًا بكلمات، فما أنفعها وما أعظمها وما أشد غفلتنا عنها، حيث قال له معاذ: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. فذكر أموراً تكلمنا عليها، ما أعظمها وما أجلها، وقال في ختام حديثه صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ إذن سيخبره بأمر خطير عظيم، لأنه قال له في البداية: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. ثم ذكر له أركان الإسلام، وذكر له جوامع الخير. في النهاية يقول: ألا أدلك أو ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: أمسك عليك هذا. قلت: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ ثكلتك أمك، ظاهره الدعاء بأن تموت وأن تبقى أمك عليك ثكلى بعد أن تدفن، ويذكر من أجل تنبيه السامع، من أجل تنبيهه على أمر يخفى عليه فيحضه على الاستماع والانتباه. ثكلتك أمك، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ حصائد ألسنتهم. معاذ تعجب: وإن لمؤاخذون بما تكلم به. هذه الكلمات لا تجرح، لا تسفك دما، لا تكسر عظما. ماذا تفعل؟ أنا قلت كلمة، هي كلمة،
لماذا تكبرون الموضوع؟ كم من الناس من يقول مثل هذه الكلمة؟ كلمة فعلت كل هذا؟ وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. حتى الكلام الذي نتكلم به فيه مؤاخذة. قال ثكلتك أمك يا معاذ. وهل يكب الناس على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ كأنه يقول هذا الشيء الوحيد الذي يعني أنت تقول هذا لا تؤاخذ به. هذا هو الذي تستهين به وتراه أمرا هينا. هذا الذي يكب الناس على وجوههم. ما هو الذي يكب حصائد ألسنتهم؟ وحصائد الألسنة أي الجزاء على ما تكلم به الإنسان من أمر محرم. العقوبات المترتبة على ما يتكلم به الإنسان كلمات حروف تكلم بها تضمنت معاني تهد الجبال. الله أكبر. من قال إن لله ولدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا لله ولدا أن دعوا لله للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتى الرحمن عبدا. إياك أن تستهين بالكلمة. هذه الكلمة كم جرت على الأمم دمارا وهلاكا. لقد تكلم بكلمة أوبقت أو لأوبقت أخراه دنياه وآخرته. لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته أضاعت عليه الدنيا والآخرة كلمة. بل ربما تذهب أمة بكلمة. تستهين بالكلمة. حاول أن تتريث قبل أن تلفظ بالحرف. أما أن يذهب الكلام الكثير ومقالات ويظن الناس أن هذه المقالات لا تفعل شيئا وأن الكلمات لا تؤثر شيئا. سبحان ربي. وربما يقول الكلمة يدعو الله على قوم يهلكهم. أما قال نوح عليه السلام ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. فماذا فعل الله بقومه بالكافرين؟ ألم يغرقهم؟ ألم تخرج ينابيع الأرض وتنزل ما يزيب السماء حتى أغرقت الأرض فما بقي إلا قوم في سفينة؟ تستهين بالكلمة. في الصحيحين إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يلقي لها بالا لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات. وإن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا تهوي به في جهنم. كلمة. ماذا تفعل الكلمة؟ ألفاظ حروف. لكن يقول كيف تستهين بالكلمة؟ وهل يكب الناس على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أمر خطير. كل لفظ أي كلمة حتى لو كانت من حرفين ولو كانت من حرف واحد لا بد من أن تكتب ولا بد من أن تجيء يوم القيامة في الصحيفة. وتصور أن تكون الأعمال جيدة وجاءت كلمة كما قال أبو هريرة عن ذلك الذي تألق لقد لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. مات في لحظتها ويوم القيامة بدل ما يكون من الصالحين كما كان في الدنيا يعبد الله تكلم بكلمة تألى على الله أوبق آخرته أضاع نفسه
لذلك حفظ اللسان من أعظم الأعمال. يمكن واحد يقول الله أكبر، من أعظم الأعمال حفظ اللسان من أعظم الأعمال؟ نعم. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة؟ لا تستهين. الخطورة أنك تستهين كلام، قلت كلاما، ما الذي سيؤدي إلي هذا الكلام؟ إخواني، يمكن أن يقول واحد: طيب إذن أنا أبقى ساكتا، أنا لا أدري إذا كانت هذه الكلمة تؤدي إلى سخط الله أم إلى رضاه، فماذا أفعل؟ عندما يريد أحد الناس أن يذهب ليحصل على إجازة السواقة، لا يذهب مباشرة ويقول: أعطوني وخذوا المال. يأخذ دورات ويخضع لامتحانات، ويمكن أول مرة يسقط، ثاني مرة يسقط، وسادس مرة يسقط، وفي كل مرة يرجع ويعيد كل تلك الامتحانات وكل تلك الإشارات. وهذه الإشارات رموز كتبها البشر، قد تكون خطأ، قد يكون خطأ فيها وليس عنده، قد يكون عندما قدم الاختبار أصاب وهم أخطأوا، كل شيء ممكن، ومع ذلك يعيد الاختبار، يريد أن يحصل على إجازة السواقة. لماذا؟ حتى يسوق في الشارع بس. أما ينبغي علينا أن نتعلم ما هي الألفاظ التي توبق دنيانا وآخرتنا؟ نحن نتكلم عن الأعمال، نتكلم ألفاظ فقط، فقط ألفاظ. ما استطاع واحد منا يبحث عن الكتب التي ذكرت الألفاظ الشركية مثلا. هناك ألفاظ شركية، هناك ألفاظ محرمة، الكذب، الغيمة، النميمة، إلى آخره. ابحث. نعم، هنالك ألفاظ أنت تستهين بها، تعرف أنها غلط لكنك تراها هينة، تعرف أن هذه كلمة غلط لكنك تستهين، مررت بها على وجه المزاح، لكنها ليست من النوع المسموح أن يمزح به، قد تكون شركية. طيب أنا كيف شركية وأنا رجل أصلي ورجل محافظ على الدين وصادق وأمين، لا أسرق ولا أزني ولا أشرب الخمر، محافظ على صلاة الخمس في المسجد الركعة الأولى، تكبيرة الإحرام أنا في صلاة الفجر؟ نعم. يمكن أن نجتمع مع الإيمان شيء من الشرك، فإما أن يبطله كله، وإما أن يبطل العمل الذي قمت به. ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون؟ هؤلاء المشركون ألم يكونوا يؤمنون بوجود الله وبأنه رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم؟ بلى، ولكن وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، الإخلاص. فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. ها يا فلان كنتم في البحر نجونا، ما الذي حصل؟ هدأت الريح وهدأ البحر واجتهدنا حتى نجونا. طب أين الإخلاص الذي كان في أول الأمر؟ أين شكر الله الذي أنجاكم؟ ينسون الله سبحانه وتعالى، نسي ما كان يدعو إليه وجعل الله أندادا يضل عن سبيله. قل: تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. استهين. فالألفاظ التي يتكلم به الإنسان، بها الإنسان، ينبغي عليه أن يلحظ. طالما أنك من السلف من كان يقول: إني لا أعرف من يحسب كلامه من الجمعة إلى الجمعة. ليست قضية تعقيد، إذا تعلمنا واتضحت لدينا الأمور أمر يسهل، لكن إذا بقينا نستهين أو بقينا يعني لا نعد حسابا لأي شيء، كثير من الناس يعيش هكذا،
يقول أنا أصلي وأصوم وكذا، لكن قضية أني أنا أشدد نفسي لا أشدد، لا تشدد علي، من الذي يشدد عليك؟ أنت على الأقل أخي تمسك بالألفاظ الشرعية، لا تطلق اللسان يا أخي، لا أنا بدي أطلق اللسان أفعل. أليس هذا شبيها بقوله تعالى قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار؟ تريد هذا خلاص، لكن من كم ستعيش في الدنيا؟ كم في النهاية ماذا تريد أن يكون؟ تريد أن تأتي عند الله عز وجل تقول يا رب طيب أنا كنت يعني ألفاظ كنت أراها صغيرة وكذا، لقد نبهت وحذرت وأنذرت وقيل لك وتنبه. الإنسان أحيانا يكون يتعامل مع واحد من الخلق له عنده حظوة، قد تكون أمه أباه أو زوجته أو خطيبته، وبعد أن ينصرف من اللقاء يتذكر كلمة قالها، أو مع صديق له أو مع صاحب عمل يقول لعل هذه الكلمة، لعل هذه الكلمة أثرت، يمكن أن تكون هذه الكلمة التي قلت أنا ما أقصد، بس يمكن هذه الكلمة بالذات الآن تفسد علي كل شيء، بس يرجع بيبدأ يحسن بعدين يتصل السلام عليكم ترى الأمور إن شاء الله كويسة وكذا، ما في شيء، أكيد أكيد ما في شيء، يعني ما في شيء، يذهب بعدين يبدأ بالليل، يعني الكلام تعرف أن الكلام يمكن أن يؤثر، أنت لا تقبل أن يتكلم الناس فيك، يقول لك أنا ما كنت أقصد، طلعت كلمة، يقول له يا أخي تحاسب على كلامك، بتشدد على الناس في حق نفسك وتريد أن تتكلم في الله كما تشاء، فأين تعظيمه؟ فأين الله؟ لا إله إلا هو. وكلامنا اليوم فقط فقط في الألفاظ الشركية أو الكفرية فقط، ولأن الموضوع قد يتسع ولا نريد أن نفصل كثيرا، يعني كتبت بعض الألفاظ أريد أن تتنبهوا إليها من المنتشر بين الناس. وقبل أن أذكرها، في زمن النبي عليه الصلاة والسلام حصل شيء من هذا القبيل، وانظروا إلى جواب النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما انتهى من فتح مكة وانطلقوا إلى حنين، في الطريق وجدوا سدرة، شجرة سدر كبيرة ظليلة، وكان المشركون عندهم شجرة سدر اسمها ذات أنواط، إذا أرادوا أن يحاربوا يضعون عليها الأسلحة من أجل التمتع، من أجل إيش؟ أن تكون هذه الشجرة بركة. قال فلما رأوا هذه الشجرة قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، هذه الكلمة اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، انتهى الخطاب. قال الله أكبر إنها السنن، لقد قلتم مقالة بني إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة إنكم قوم تجهلون. أن تنبه أي كلمة يمكن أن تكون خطيرة، وهذا لأن الصحابة كان منهم من جاء من الطلقاء من مكة، النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما فتح مكة، أن تعرفون ديننا نسخت فيه قضية الإهلاك عند الفتوح وكذا، فنبينا عليه الصلاة والسلام بعد ما حصل له من الإيذاء وقتل أصحابه وتعذيبهم وتهجيرهم من مكة وكذا، لما رجع وفتح مكة عفى عن هؤلاء الكفار وأطلقهم، فخرجوا معه في القتال، خرجوا معه يقاتلون، منهم من أسلم ومنهم من بقي في قلبه شيء، ثم محاه الله عز وجل وحسن إسلامه. فحصل هذا من بعضهم بالطريق ما كان تعلم من الأمور، الحلف بغير الله، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، حلف بغير الله. وكل واحد يقول لك لا أنا ما بحلف، لا كثير من الناس يقول لك والأمان فلان على الأمانة هذا سعره كذا، وبعض الناس بحياة رأس أبوي أبوك والله، يعني حتى يؤخر ربه سبحانه وتعالى في اليمين، مع أنه أصلا لو جمع بينهم فهذا شرك، بل لو أفرد وقال وحياة فلان من الناس أيضا فيه شرك، والكعبة والنبي إلى آخره من الأمور، الكلمات التي فيها الاستهزاء
استهزاء سواء كان رب العزة سبحانه وتعالى، والاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، استهزاء بالدين، استهزاء بكلمات القرآن الكريم على وجه المزاح، الاستهزاء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بمظهر المؤمن الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم به، استهزاء بقصر الثوب، باللحية، بغير ذلك من الأمور التي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام فيها أوامر، هذه إذا لم يعلم السنة فيها فالأمر خطير، وإن علم أنها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقصد نفس الرجل ولم يقصد النبي فهو على خطر. أما إذا قصد السنة فالأمر أخطر وأخطر. والله تعالى يقول: قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. منها ألفاظ أنه يسب الدهر، أو يقول اليوم اللي شفتك فيه، الساعة اللي شفتك فيها، هذا ماذا يفعل ذلك اليوم؟ هذا تدبير الله الذي أوجده. فأنت إذا سببت الدهر، والدهر كما يقول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله حديث قدسي: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والدهر، يعني يقصد أو في المراد من الحديث أنه هو لما يسب الدهر يسب الذي يقلب الليل والنهار، وإلا الدهر ماذا يفعل الزمن؟ فأنت إذا سببت الزمن أنت تقصد تصريف هذا الزمن، تقليب الليل والنهار، ليس نفس الليل والنهار هو المسألة، ولا إيش بيحصل الليل والنهار إيش يحصل، ولكنك قصدت ما حصل لأنه بتدبير من الله، فيؤذي هذا يؤذي الله سبحانه وتعالى. والذين يؤذون إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة أعد لهم عذابا مهينا. بعض الناس، أنا لا أريد أن أقف عند كل كلمة كلام يطول، بعض الناس بيقول كلمات سريعة لا يدرك، يعني مثلا بيقول فلان لا يرحم ولا بيخلي رحمة ربنا تنزل مثلا، هذه كلمة كفرية. يعني ما الفرق بين هذا وبين الذي يقول أنا أستطيع أن أمنع رحمة الله؟ الله تعالى انظر الآيات لما تأتي معنا: ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه توكل المتوكل ما أحد يستطيع أن يمنع رحمة الله. وكثير من الأفعال التي يفعلها الإنسان، طبعا أعمال، نحن نتكلم بس عن الأقوال، أعمال مثل وضع التميمة يريد أن يمنع الضر أو يجلب النفع. من ذلك أيضا بعض الناس يقول لك لما واحد يكون مرض أو كذا أو مات يقول لك ربنا افتكره، لا تتعجبوا، هذه يقولها كثير من الناس، وهل كان قد نسيه الله؟ هل كان قد نسيه الله؟ كيف تقول مثل هذه الكلمة؟ ومن ذلك مثلا من الألفاظ اللي يستعملها كثير من الناس يقول لك: اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه. عادية، سمعت واحد من الناس سؤال على الهاتف، سؤال على الهاتف، تعرف مشايخ كثر، قال ما فيها شيء. يعني أنت تجيز لهذا الإنسان أن يعتقد أن الله يقدر على اللطف في القضاء ولا يقدر على رد القضاء؟ أنت عندك عقيدة يا من تجيب بهذا الجواب يا شيخ أن الله لا يقدر على رد القضاء بس يقدر على اللطف في القضاء؟ ألم يقل صلى الله عليه وسلم: لا يرد القضاء إلا الدعاء؟ هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ادعو الله عز وجل حتى لو كان القضاء نازل يرفعه الله ويعتلج القضاء والدعاء إلى يوم القيامة. الله قادر على كل شيء، فشعورك أو ظنك بأن الله لا يقدر على شيء هذا مصيبة، أما يقدر على بعض ولا يقدر على كل شيء، حتى لو نزل القضاء يرفعه الله. أحيانا يرفع الله القضاء بعمل صالح، بحسن، بصدقة، بإيمان قوي، توكل عليه، توكلت عليه توكلا تام، قلت أنا والله ما أسأل عن كل الخلق
هو وحده بس قلبك ترفع بدون شيء، فهو الذي يكشف الضر. من ذلك أيضا بعض الناس يتكلم كلام في مجال القضاء يعني يتبرم بالقضاء، يموت له إنسان، يمرض، يقول لك يا رب أنا إيش سويت؟ ليش يا رب أنا بالذات؟ أنا ليش ما حصل مع فلان؟ يعني أهم يقسمون رحمة ربك؟ هو الحكيم سبحانه وتعالى. ويمكن أن يكون هذا لو أنك على الإيمان، يمكن أن يكون ابتلاء لك حتى يرفعك. لا تعترض على القضاء. من الألفاظ العامة يقول لك لا حول لله، تسمعونها، هي لا حول ولا قوة إلا بالله، كل الحول والقوة لله، كيف لا حول لله؟ ففيه نفي الحول عن الله. هذه أيضا كذلك من الألفاظ التي أشار النبي صلى الله عليه وسلم إليها، يقول الإنسان لو كان كذا لما كان كذا، هذا موجود عند الناس، لو ما سافرنا كان ما مثلا حصل كذا وكذا، لو ما غبت عن الشغل كان ما انقطع رزقي، لو ما ودينا الأولاد على المدرسة كان ما اندعسوا. هذا ما يجوز، لا تقل لو كان كذا لكان كذا وكذا. يقول صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، ولا تقل لو كان كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان تفتح عمل الشيطان. من ذلك أيضا واحد يقول لك مثلا والله نسيت كذا وكذا، قل له ينساك الموت. أولا الموت بيد الله وليس بيد أحد، والله لا ينسى، والموت مقدر، كيف ينساك الموت؟ من ذلك أيضا بيقول لك والله راح رحت على المكان الفلاني وشاءت الظروف أنه حصل كذا وكذا، هذه ما بدها بيان، يعني كل شيء يحصل بمشيئة الله، كيف شاءت الظروف؟ أي ظروف هذه؟ من ذلك أيضا أن بعض الناس يقول لك ما شاء ما أجمل هالولد يا أخي، حلو كثير، قل له دق الخشب أو امسك الخشب أو خمسة في عين الشيطان أو خمسة وخميسة أو كذا. صحيح، ألفاظ كارثية فيها شرك، إيش علاقة الخشب بال ولا هو عازل عن الحسد؟ ها، كذلك بعض الناس لما يكون طالع سفر أو رايح باتجاه معين فيرى إنسانا معينا هو يتشائم منه، أو يرى إنسانا فيه إعاقة معينة وكذا، فيقول لك الله يكفينا شرها النحس، إيش علاقة المنظر الذي رأيته بما يحصل؟ أو نعق غراب أو نعق بوم أو، فيتشائم، يقول صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك، الطيرة شرك. طيب إذا وقع الإنسان في شيء من هذا القبيل، فالجواب أن يقول إيش؟ اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. من ذلك أيضا قراءة الأبراج، أنت فعلت كذا، أنت في البرج الفلاني وإذا بنزل، هذا الكلام شرك، هو نوع من العرافة. من ذلك أو من أخطر هذه الألفاظ تتعلق الآن بذات الله، فبعض الناس لما يظلم واحد يقول له الله يظلمه زي ما ظلمني، أعوذ بالله، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، كيف الله يظلم؟ يعني كيف تطلب من الله أن يظلم؟ هذا شرك لفظي. أو الله يخونه زي ما خان فلان، أو اللي يخون اللي بيخون، أو لا، فانتبهوا يا إخوان، الكلام محرم. كذلك أحيانا الكلام يكون فيه نوع من التشكيك بحكمة الله، فتجد واحد من الناس مثلا إنسان تافه ما له أي قيمة بين الناس، فجأة تأتيه تركة بالملايين، يقول لك سبحان الله، بيعطي الفول للي ما له أسنان، أو بيعطي الحلق للي ما له ودان،
إيش هذا؟ هذا كلام صحيح؟ يعني أنت تشك في حكمة الله أنه أعطى الشيء لمستحقه؟ أنت ما تدري، الله أعلم، له حكمة سبحانه وتعالى، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، يؤتي الملك من يشاء ويمنع الملك ممن يشاء. فهو سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، يعز من يشاء، يذل من يشاء، يهدي من يشاء، يضل من يشاء، يغني من يشاء، يفقر من يشاء. فهذا الأمر يعود إلى حكمته سبحانه وتعالى، لما لا ندري، ولا يشترط أن يكون هو بشخص مستحق، ولكن الله عز وجل أعلم أين المنفع. أنت تكون أحيانا صاحب دين وكذا، لكن لو أنه أعطاك كثيرا ربما تضل. سبحان الله، إن الإنسان كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. كم من الناس من إذا أعطي ولو بسط الله رزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر، ولكن ينزل بقدر ما يشاء، إنه بعباده خبير بصير. خبير بصير. من الأمور الخطيرة أن بعض الناس لما تتكلم في مسألة من المسائل، لنفرض المسألة التي نتكلم عليها، يقول لك هذه القشور خلونا مع اللبان. يعني إذن الدين ينقسم إلى قسمين، قسم لباب لب، وقسم قشور. طيب أنت اليوم جئت بالجوز مثلا، ولا جئت بالبزر والكذا، ها، وأردت أن تتعامل معها، ماذا تفعل باللب وماذا تفعل بالقشور؟ تمسك القشور تجمعها كلها وين؟ في أقرب مزبلة. أهكذا الدين عندك؟ هذا النوع من الناس خطير جدا وخبيث. لماذا؟ الآن الكلام في ماذا؟ في الاعتراض على أحكام الله وأحكام رسوله. فهو لما يريد أنه مثلا يعترض على حكم معين يقول لك هذا ليس من اللبن. طيب يا أستاذ، هذا الكلام كفر، هذا كفر، كيف تقع فيه؟ لو فرضنا أن كلامك صحيح، لو فرض، وين يعني كيف يمكن القسم بين هذا وهذا؟ كيف يمكن التفصيل اللباب عن القشور؟ كيف بدي أستطيع أميز أنا بين هذا وهذا؟ يصبح كل واحد من الناس كل ما حكم من الأحكام لا يعجبه يقول لك لا خلينا هذا اللباب هذا قشور، هذا اللباب هذا قشور، ويوزع كل واحد يوزع كما شاء كما شاء. هل هناك كتاب في الإسلام مكتوب فيه اللباب والقشور في الإسلام؟ هل كتب أحد من المسلمين من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عهدنا اللباب والقشور؟ طبعا لا، لأن لا يريد أن يكفر. فحتى لا يقع المسلم مثل هذا لابد أن نتقي ذلك. أقول ما سمعت واستغفر الله لي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ولا أما بعد. عباد الله، إن من الألفاظ التي تهوي بالإنسان والعياذ بالله تعالى في سخط الله وغضبه، أن يسأل غير الله وأن يدعو غير الله، أن يقول يا فلان أغثني، يا فلان مدد، يا فلان أعطني، أن يدعو غير الله حتى لو كان الذي يدعوه صالحا من الصالحين، أو كان مثلا من الأولياء أو من الأنبياء المرسلين، حتى لو دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مشرك. هل لو أن إنسانا ذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكانه وقال يا رسول الله أغثني أو ارزقني أو أعطني أو ارزقني الولد أو كذا، يرضى بذلك النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال الله تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد أن أنتم مسلمون. وهكذا ألفاظ يعني الكلام، يعني طالت الموضوع يطول جدا. الختام إخواني، كلمة أن هذا الكلمة كفرية أو شركية وكذا، هناك شرك أصغر وهناك شرك أكبر.
والإنسان لا يخرج من الملة بمجرد قول الشرك أو فعله إلا بضوابط شرعية. لذلك ليس لك الحق إذا رأيت إنسانا وقع في شيء من ذلك تقول له أنت كافر. انتبه حتى لا نطلق العنان، نحن نتكلم حتى تمتنع عن الكفر، لا من أجل أن تقول على الإنسان. حتى لو قلت الإنسان أنت كافر وهو لم يتحقق فيه الكفر، أيضا هذه من ألفاظ الكفرية. انتبه، من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. إذا طلع كافر كافر، مش كافر أنت الكافر. انتبه، ومع ذلك كفر أصغر. فالكفر له ضوابط، هناك شروط، إذا تحققت وجد مانع لا، هناك موانع، إذا انتفت وتحققت الشروط وكان فعلا وقع في هذا الكفر أمر مختلف. من الذي يكفر الكافر؟ إذا كان كافرا أصليا فواضح، وإذا كان كافرا مرتدا فيرجع فيه إلى من؟ إلى أهل العلم والراسخين في العلم الذين يعرفون، الذين يتبينون بعد ما تصدر فتوى أهل العلم في الرجل. أنا بتكلم عن الكفر الذي هو كفر الردة بعد الإسلام، فحينئذ نعم أهل العلم الراسخون، وليس أي واحد. أنت مش رايح على الدكان تشتري، هذه قضية إباحة دم وعرض ومال. والرسول صلى الله عليه وسلم في أعظم خطبة اجتمع له فيها ناس قال كلمات قليلة، خطبة كان من ضمن هذه الكلمات القليلة أنه قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد، اللهم ردنا لدينك ردا جميلا، اللهم فقهنا في كتابك وعلمنا محكم آياتك واجعلنا من المستنين بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وذل الكفرة المشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم فرج عن إخواننا المضطهدين في كل مكان، اللهم فرج عن إخواننا المضطهدين في كل مكان، اللهم فرج عن إخواننا المشردين، اللهم فرج عن إخواننا المهجرين، اللهم ردهم إلى بلادهم سالمين غانمين آمنين مستقرين يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للحكم بكتابك وسنة نبيك وفقهم لكل خير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.